المفروض ان احنا الجزء بتاع النهارده مقسم لثلاث اجزاء اكشوالي. الجزء الاول بيتكلم عن الدي ان ايه نفسه كستراكشر كاورجانيزيشن كفانكشن، والجزء الثاني ازاي بيحصل له ريبليكيشن، والجزء الاخير بيتكلم عن الطفرات اللي بتحصل للدي ان ايه. تمام؟ انتوا كويس خالص العدد. مش عارف نبدا اكشوالي كده، هي دلوقتي 6 الا 5 او الا 4 دقائق بالظبط. طيب خلينا نعرف اول جزء بس، ايه الاهداف اللي المفروض ان احنا نكون الهدف من تدريسه؟ ان انتوا تعرفوا الفروق ما بين الدي ان ايه والار ان ايه، انك توصف الدي ان ايه ستراكشر على الفيريوس ليفلز بتاعته. هنعرف ان هو دي 3 ليفلز، هنوصف كل ليفل تفصيلا. وفي الليفل ليه ليفل برايمري وسكندري وتيرشري. في الليفل السكندري ده ليه كذا فورما كده هنتعرف عليهم ونقارن ما بينهم، واخيرا نتعرف ايه قصه الميتوكوندريال دي ان ايه. طيب نبدا اكشوالي دلوقتي، ساعه فاضل 4 دقائق. خلينا ننتظر الاربع دقائق دول احتياطي، ربما يكون في حد هيدخل برضه. زي ما احنا متعودين يا جماعة، في كل مرة انا ببقى فاتح الشاشة بتاعتي على الميتنج شات، لو في اي حد ليه اي استفسار بيكتب الاستفسار بتاعه على الشات على اساس ارد عليه في الوقت المناسب. بس مش بحب اعمل unmute للفويس علشان ما يحصلش لخبطة ودوشة، لان في ناس بتنسى تعمل ميوت مرة تانية، فاحنا خلينا على الميتنج شات زي ما احنا متعودين. اي استفسار تكتبه انا برد عليك، مفيش اي مشكلة. يا دكتور انت طيب، حلو. لو في استفسارات بالمرة قبل ما تعدي الكام دقيقة، الدقيقتين فاضلين يا دكتور، ممكن حضرتك تشرح الجزء ده بالراحة وببطء؟ حاضر يا زهور. معلش، هو احنا ديفيجن ايه وما سلمناش البورتفوليو، لما نرجع نسلمه؟ لما ترجعوا تسلمه ان شاء الله مفيش اي مشكلة. برضو كان في زمايل ليكم بيسألوا زميلكم الليدر، يعني بيقول هو احنا كده لما نخلص البلوك ده هنبدأ في بلوك تاني وبعدين نمتحن كذا، يعني كذا بلوك؟ قلت له لا، احنا مجرد ما انتوا يا دكتور احنا خدنا ليبيد ميتابوليزم، لا يا يمنى لسه هناخده بعد الموليكولار بيولوجي، احنا تقدمنا في المنهج يعني. بخصوص البلوك، ماشي يا ايمان. بقول لكم بمجرد ما يجي يوم، احنا المفروض اكشوالي نخلص تدريس ليكم يوم الخميس 14 يناير، بحيث تبداوا الاجازه بتاعتكم 16 يناير لغايه يوم 20 فبراير. انتوا في الفتره دي مفيش اي تدريس ليكم هيكون، لكن هيبقى بالمناسبه برضو محاضرات البلوك بالكامل حاليا اقدر اقول لكم انها اترفعت على منصه البنك المعرفه المصري كبلاي ليست. انتوا عندكم كل المحاضرات كامله، ما فيهاش اي موضوع ناقص. احنا هنحاول يعني تهري اب ان احنا نقدر نساعدكم في الشرح. وبرده زي ما اتفقت معاكم في الاجازه في الجروبات الواتس بتاعتنا، لو في اي حد عنده اي استفسار هو بيرجع يذاكر الريكوردات دي مره ثانيه، انا ما فيش اي مشكله يعني. يا دكتور، هو ليه مرضى السكر النوع الاول وزنهم قليل؟ والله هو وزنهم قليل لانك انت من البدايه الانسولين بتاعك مش موجود، مفيش انسولين عندك،
فالانسولين هو اللي بيعمل لايبوجينيسيس، فبالتالي هو ما عندهوش حاجه تخليه تزود الدهون في جسمه، فبالتالي بيبقى وزنه قليل. دكتور داتا المحاضره دي زي اللي في الكتاب؟ اه زيها بالظبط، الهاند اوتس اللي معاكم. احنا كده الساعه جت الساعه 6 خلاص، فاحنا نبدا. صفحة كام في الكتاب؟ حد يرد على خلود ويقول لها صفحة كام؟ طيب خلينا نبدأ المحاضرة، واحنا قلنا هنتكلم على النهاردة هنبدأ في الـ DNA Structure and Organization، وعرفنا الـ Intended Learning Outcomes المطلوبة مننا في الجزء ده. المفروض ان يا جماعه النيوكليك اسيد سواء الدي ان ايه او الار ان ايه دول عباره عن عديد نيوكليوتيدات ماسكين في بعض، يعني الوحده البنائيه بتاعتهم زي ما خدنا في الكربوهيدرات المونوسكرايد دي الوحده البنائيه، في البروتين الامينو اسيد هو الوحده البنائيه، وفي الليبيد كان الفاتي اسيد والكحول هو الوحده البنائيه. بالنسبه للنيوكليك اسيد الوحده البنائيه هو النيوكليوتيد، النيوكليوتيداية، تمام. وزي ما خدنا في الكربوهيدرات النوع الرابطه اللي بتربط المونوسكرات بعض اسمها جلايكوسيديك لينكج، وفي الدهون اسمها الاستر لينكج، وفي البروتين اسمها البيبتايد بوند، هنا اسمها الفوسفوداي استر بوند، يعني اللي بيربط النيوكليوتايد مع بعض هي الفوسفوداي استر بوند. تعالوا ندخل جوه النيوكليوتايد نفسها، هتبقى مكونه ايه من ايه النيوكليوتايد ديت؟ من ثلاث اجزاء، ثلاث حاجات. بيبقى فيها قاعده نيتروجينيه او نيتروجينوس بيس، بيبقى فيه سكر خماسي، طبعا نيتروجينوس بيس هنعرفها بانواعها، بيبقى فيه سكر خماسي برضه على حسب النيوكليك اسيد هل هو دي ان اي ولا ار ان اي، وبيبقى فيه فوسفوريك اسيد. تعالوا نتعرف على كل جزء من الثلاثه دول اللي هم بيكونوا النيوكليوتايد اللي هي الوحده البنائيه للنيوكليك اسيد اللي احنا بنقول عليه بولي نيوكليوتايد. النيوكليك اسيد ده عباره عن عديد نيوكليوتايدات مرتبطه ببعض بفوسفوداي استر بوند. طيب النيتروجينوس بيزس ديت اللي بتدخل سواء كان في الدي ان اي او الار ان اي، هم نوع حاجه من حاجتين، لا اما البيورين بيزس وديت حاجتين بس، الادينين البرمزو برامز اي كابيتال والجوانين البرمزو برامز جي كابيتال، تمام. والادينين والجوانين هما الاثنين كبيورين بيزس بيدخلوا في الاستراكشر بتاع البوست نيوكليك اسيد سواء الدي ان اي او الار ان اي. طيب النوع الثاني من النيتروجينوس بيزس اسمه بايريميدينز، وانا المره دي عندي 3 تايبس اوف بايريميدينز، اليوراسيل البرمزو برامز يو كابيتال، الثيمين برمز برامز تي كابيتال، والسيتوزين برمز برامز سي كابيتال. طب يا ترى كل واحد من دول بيدخل في الدي ان اي ولا الار ان اي ولا الاثنين مع بعض؟ قال لك اليوراسيل ده مش موجود غير في الار ان اي فقط، والثيمين مش موجوده غير في الدي ان اي فقط، لكن السيتوزين بتدخل في الاستراكشر بتاع الاثنين الدي ان اي والار ان اي. كده احنا خلصنا اول جزء من النيوكليوتيد الا وهو النيتروجينوس بيزس. الجزء الثاني البنتوزس او اللي هو السكر الخماسي بيدخل في النيوكليك اسيد ستراكشر، ده بيبقى حاجه من حاجتين، لا اما ريبوز لا اما ديوكسي ريبوز. الريبوز هو الموجود في الار ان اي اللي هو اختصارته رايبو نيوكليك اسيد، والديوكسي ريبوز ده اللي موجود في الدي ان اي اللي اختصارته ديوكسي رايبو نيوكليك اسيد. والكومبوننت الثاني الثالث والاخير في النيوكليوتيد هو الفوسفوريك اسيد اللي هو H3PO4. طيب بيقول لك ايه قصه النيوكليوتيد والنيوكليوزايد وايه الفرق ما بينهم؟ النيوكليوتيد احنا قلناها دي عباره عن ثلاث حاجات، نيتروجينوس بيس سواء كان بيورين او بايريميدين، سكر خماسي سواء كان ريبوز زي ما في الار ان اي او ديوكسي ريبوز زي ما في الدي ان اي، وفوسفوريك اسيد. امال ايه قصه النيوكليوزايد؟ النيوكليوزايد دي يا جماعه عباره عن الاثنين كومبوننت بس من الثلاثه الموجودين في النيوكليوتيد. ايه هما الاثنين كومبوننت دول؟ هما النيتروجينوس بيز والبنتوز، يعني القاعده النيتروجينيه والسكر الخماسي، لكن ما فيهاش فوسفورس، ما فيهاش فوسفوريك اسيد. خلاص ده الفرق ما بين النيوكليوزايد والنيوكليوتايد. النيوكليوزايد ما فيش فوسفوريك اسيد، هي عباره عن البيز والبنتوز بس، بينما النيوكليوتايد دي عباره عن ثلاثه كومبوننت اللي هما البيز والبنتوز شوجر والفوسفوريك اسيد جروب. وطبعا تسميه احنا عندنا كام بيز؟ عندنا 5 بيز، 2 بيورين و3 بايريميدين. على حسب نوع النيتروجينوس بيز اقدر اقول ان نومنكلتشر او التسميه بتاعت النيوكليوزايد او النيوكليوتايد. تعال نشوفهم في جدول كده مجمعين، احنا في سلايد 6 يا ايه.
مجمعين النيوكليوزايد والنيوكليوتايد اسمائهم ايه على حسب النيتروجينوس بيز. نبدا بالبيورين بيزس اللي هم الادينين والجوانين، وطالما البيز موجوده في الدي ان ايه والار ان ايه هيبقى ليها اسمين، اسم لما تبقى في الار ان ايه واسم لما تبقى في الدي ان ايه. تعال نشوف ان ادينين لما يبقى نيوكليوزايد يعني لما اضيف عليه سكر خماسي فقط بيبقى اسمه ادينوزين، ده لو في الار ان ايه. لكن لو في الدي ان ايه عشان السكر اللي في الدي ان ايه ده 2 دي اوكسي يعني دي اوكسي ريبوز مش ريبوز على طول، فيبقى النيوكليوزايد اسمها 2 دي اوكسي ادينوزين. طب لما احوله نيوكليوتايد اضيف فوسفوريك اسيد جروب فيبقى اسمه في الار ان ايه ادينوزين مونوفوسفيت او ادينيليك اسيد، وفي الدي ان ايه يبقى اسمه 2 دي اوكسي ادينوزين مونوفوسفيت او 2 دي اوكسي ادينيليك اسيد. طيب ده لو كان الادينين كان نيتروجينس بيز. تعال نشوف لو جوانين. الجوانين لو في حاله النيوكليوزايد في الار ان ايه بسميها جوانوزين، مش هحط فوسفورس خلاص ده سكر. في الدي ان ايه اسمها 2 دي اوكسي جوانوزين لان انا ضفت دي اوكسي ريبوز. طب لما تبقى نيوكليوتايد يعني هتضيف فوسفورس في الار ان ايه يبقى اسمه جوانوزين مونوفوسفيت او جوانيليك اسيد، وفي الدي ان ايه يبقى اسمه 2 دي اوكسي جوانوزين مونوفوسفيت او 2 دي اوكسي جوانيليك اسيد. السيتوزين دي موجوده برضو في الدي ان ار ان ايه فيبقى لها اسمين، في الار ان ايه كان نيوكليوزايد اسمها سايتيدين، وفي الدي ان ايه اسمها 2 دي اوكسي سايتيدين. طيب بالنسبه لو نيوكليوتايد، خالد بيقول ان النت ضعيف ممكن اسمع تسجيل حضرتك هتاخد غياب، وانا هاخد غياب بس انت عادي ممكن يعني تفصل ما تحضرش وتسمع ريكورد بعد كده براحتك طالما انت النت عندك فيه مشكله. السيتوزين نيوكليوزايد اسمه سايتيدين في الار ان ايه، وفي الدي ان اسمه 2 دوكس سايتيدين، ولو نيوكليوتايد يبقى هضيف فوسفورس يبقى اسمه سايتيدين مونوفوسفيت في الار ان ايه او سايتيدليك اسيد، وفي الدي ان ايه هيبقى اسمه 2 دوكسي سايتيدين مونوفوسفيت او 2 دوكسي سايتيدليك اسيد. نيجي بعد كده لليوراسيل. اليوراسيل ده موجود في الار ان ايه بس فيبقى ليه اسم واحد بس لو في اللي هو في الار ان ايه فقط، كان نيوكليوزايد يبقى اسمه يوريدين، وكان نيوكليوتايد يبقى اسمه يوريدين مونوفوسفيت او يوريديليك اسيد لانه موجود في الار ان ايه بس. اما السايمين ده موجود في الدي ان ايه بس فيبقى اسمه كان نيوكليوزايد 2 دوكسي سايميدين، وكان نيوكليوتايد يبقى 2 دوكسي سايميدين مونوفوسفيت او 2 دوكسي سايميديليك اسيد. طيب ده كان اسماء النيوكليوتايد والنيوكليوزايد، وفي السلايد اللي بعدها جاي لك الفرق ما بين النيوكليوزايد والنيوكليوتايد. النيوكليوزايد ما فيهاش غير البيز والبنتوز فقط، وبعد كده لو ضفت 1 او 2 او 3 مولكيول اوف فوسفوريك اسيد يعني سواء كان نيوكليوزايد مونوفوسفيت او داي او ترايفوسفيت الثلاثه هيبقى يندرجوا تحت اسم النيوكليوتايد. ايه الفرق ما بين الدي ان ايه والار ان ايه؟ الدي ان ايه ده اسمه من حيث التسميه دي ان ايه ده اختصار الدي اوكسي رايبو نيوكليك اسيد، بينما الار ان ايه اختصار الترايبو نيوكليك اسيد. المكان بتاعهم الدي ان ايه موجود في النيوكليس وموجود في الميتوكوندريا، لكن الار ان ايه بيتصنع في النيوكليس ويطلع من النيوكليس على السيتوبلازم عشان يؤدي الفانكشن بتاعته. من حيث عدد الاستراند الدي ان ايه على مستواكم تعرفوا ان هو دبل استراندد، هو طبعا في سنجل استراند دي ان ايه بس انا مش عايز الخبطكم، خلينا نعرف القاعده العامه ان الدي ان ايه دايما دبل استراندد بينما الار ان ايه سنجل استراندد. من حيث نوع النيتروجينوس بيز احنا عارفين ان الاي والجي والتي والسي، بينما الرايبو نيوكليك اسيد او الار ان ايه بيبقى كل قصه السايمين بيستبدل بيوراسيل. طيب نكمل باقي المقارنه. تاثير الالكالي الدي ان ايه لازم يبقى قوي لان هو اللي بيعيش في الخليه وبيروح ينتقل من اثناء الميتوزيس من خليه لاخرى، فبالتالي لازم يبقى قوي ما يتكسرش بسهوله، عشان كده هو ما بيتاثرش بالالكالي ما يحصلهوش هيدروليسيس بالالكالي. لكن الار ان ايه لا ضعيف، الار ان ايه ضعيف جدا بيتكسر بسهوله فهو بيتكسر بالالكالي. من حيث نوع الشجر دي معروفه طبعا دي ان ايه هو دي اوكسي ريبوز، الار ان ايه هو الريبوز. من حيث الانواع الدي ان ايه هو 1 تايب بس، بينما الار ان ايه على مستواكم هو 3 انواع اللي هو الريبوسوم الار ار ان الريبوسوم الار ان ايه او اللي بسميه الار ار ان ايه، الماسنجر او الرسول ماسنجر ار ان ايه اللي هو الام ار ان ايه. رحاب بتسأل يعني ايه دبل ستراندد؟ دبل ستراندد يعني اتنين ستراند ماسكين في بعض مش سنجل ستراند وحيد. ال ار ار ان ايه اللي هو اختصار ريبوزومال ار ان ايه، الام ار ان ايه اللي هو اللي هو الماسنجر ار ان ايه او اللي هو الرسول، التي ار ان ايه اللي هو ترانسفير ار ان ايه اللي هو الناقل،
وفي شوية سمول نيوكليار ار ان اي باختصارها اس ان ار ان اي، ده مش لازم تبقوا عارفينه يعني، تعرفوا اسمه فقط بدون تفاصيل. من حيث عملية تصنيع الدي ان اي والار ان اي اسمها ايه؟ لما صنع دي ان اي من دي ان اي العملية اسمها ريبليكيشن، بينما لما صنع ار ان اي من دي ان اي بسميها ترانسكريبشن. الوظائف بتاعت كل واحد فيهم، في واحدة بتقول يعني ايه الاس اللي جنب الار ان اي؟ اس تقصدي بيها الاس اللي هو السمول نيوكليار ار ان اي اس ان، ولا تقصدي ايه يا سارة؟ طيب الفانكشن بتاعت الدي ان اي، ان انا هو الدي ان اي ده هو المخزن بتاع المعلومات الوراثيه كلها، وهو اللي انا مهم ان انا اعمل له دوبليكيشن علشان اقدر اتمم عمليه السيل ديفيجن. التصنيع تاني بس، يعني ايه التصنيع؟ مش فاهم يعني. عبد الرحمن بيقول يا دكتور معلش التصنيع تاني، يعني ايه التصنيع؟ ما تقصد كلمة التصنيع دي ايه؟ الوظائف بتاعت الدي ان ايه هو ان انا مخزن المعلومات الوراثية او جينيتك انفورميشن، بين وكمان مهم عشان السيل ديفيجن وانقسام الخلية، وعشان اصنع منه دي ان ايه تاني فيما يسمى بالريبليكيشن، وعشان برضو اصنع منه ار ان ايه فيما يسمى بالترانسكريبشن. دي كلها وظائف الدي ان ايه. الار ان ايه لا، ده هو بيلعب دور حيوي ومركزي في عمليه تصنيع البروتين بقى، في البروتين سينس. الريبليكيشن يا عبد الرحمن معناها ان انا اصنع دي ان ايه من دي ان ايه، بينما لما اصنع ار ان ايه من دي ان ايه العمليه اسمها ترانسكريبشن. تعال نشوف الكيمياء بتاعت او الاستراكشر بتاع الدي ان ايه اللي هو ديوكسيرايبونيوكليك اسيد. هو موجود على 3 ليفل. الليفل الاولاني اللي هو البرايمري ستراكشر، وده بيبقى عباره عن سنجل ستراندد في الاول. الدي ان ايه في البدايه بيبقى عباره عن ستراند واحد بس من اللينير سيكونس او تسلسل من اتس بيلدينج ديوكسيرايبونيوكليوتايد يونت، يعني من الديوكسيرايبونيوكليوتايد يونت مرصوصين كده في الستراند ده، والرابطه هي الفوسفوداي استر بوند، وعلى حسب اسم النيتروجينس بيس بيبقى اسم الديوكسيرايبونيوكليوتايد. لو هي ادينين يبقى اسمه ديوكسي ادينيليك اسيد، ولو جوانين يبقى ديوكسي جوانيليك اسيد، ولو سيتوزين يبقى ديوكسي سيتيليك اسيد، ولو سايمين يبقى اسمه ديوكسي سايميديليك اسيد، ومرتبطين ببعض برابطه اسمها فوسفوداي استر بوند. طيب ده اللي هو البرايمري ليفل او اللي هو البرايمري ستراكشر. السكندري ستراكشر، وانا عايز افكركم فاكرين لما خدناه في البروتين برايمري وسكندري وتيرشري، وكمان كان في كواترنري، كل القصه ان في فولدنج اكتر. طيب هنا السكندري ستراكشر بيبقى بقى اصبح عباره عن دبل ستراندد هيليكس، يعني في حلزوني كده اتنين ستراند اتلفوا حوالين بعض زي الحلزون بالظبط. وليه وصف بقى الدبل ستراندد هيليكس ده؟ ان هو طول ما هو بتحس ان هو ملفوفين حوالين محور كده طولي وهمي كومن لونجيتودينال اكسس. لو شفنا المنظر في سلايد رقم 12 في محور كده وهمي طولي والملفوف حواليه دبل دي ان ايز دبل هيليكس. المفروض ان انا بوصف الدبل هيليكس ده بلقى فيه تو جروفز، لو زي ما انتم شايفين في الرسمه اللي في سلايد 12 في كده ميجور جروف، ودي بتتكون عند الاي تي دايمر، وفي عندنا جروف كده سطحيه الناحيه المقابله ليها اسمها ماينور جروف بتتكون عند الجي سي دايمر. الجروفز دي علشان ليه الجروفز دي المختلفه دي واحده ميجور واحده ماينور؟ علشان الناد بتبقى ماسكه في الجروفز دي على حسب الحجم بتاعها، سواء كانت هيستون او ريجولاتر بروتين، فبتغير لي عمق الجروف نفسها. وكمان النيتروجينس بيزز الاي سي دايمر كلينس غير الجي سي دايمر. الاي سي دايمر في الغالب اطول شويه من الجي سي، فبالتالي بيخلي الجروف اللي بتتكون عنديها تبقى ميجور جروف. طيب غير قصه الجروفز اللي عرفناها في الديني، دايما بلجا ان من بره اللي هو الظهر بتاع الدي ان ايه الاساسي او السلسله بتاعت الدي ان ايه اللي بيسموها الباك بون، دي عباره عن السكر الخماسي اللي هو الديوكسيريبوز والفوسفوريك اسيد، بينما من جوه مستخبيه النيتروجينس بيزز لانها هيدروفوبيك بتكره الميه، ودايما الدي ان ايه موجود في خليه، ده موجود في اكواس ميديا اللي هو وسط مائي بتاع الخليه، فبتلقى دايما من بره اللي موجودين عامل الباك بون هو البنتوز والفوسفوريك اسيد، بينما من جوه مستخبيه النيتروجينس بيزس في الكور.
لأنها هيدروفوبيك، بتكره المية. طيب كمان بلجأ إن النيتروجينس بيز هي مرصوصة على الباك بون، بتبقى مرصوصة كده بيربنديكولار في اتجاه عمودي على الأكسس نفسه بتاع الباك بون اللي هو الشجر والريبوز، سوري الريبوز والفوسفوريك أسيد. طيب بلجأ دايما التو ستراند الهيليكس دول بيبقوا أنتي بارلل، يعني هم ماشيين عكس بعض، واحد يمشي في اتجاه 3 برايم 5 برايم، واحد في اتجاه 5 برايم ل 3 برايم، اتجاهين مختلفين. هنعرف حالا يعني ايه 3 برايم و5 برايم او 3 داش و5 داش اند بتاعت كل ستراند بتتكون من ايه، بس المهم هم لما بيتلفوا حوالين بعض ما تبقاش النهايات متشابهه، لا النهايه دي عكس دي، تلقى 5 قصاد 3 من فوق وتحت 3 قصاد 5، انتي بارلل لبعض. ودي مهمه خالص ان احنا نبقى عارفين اتجاه الستراند، لان على اساسه بقدر اصنع دي ان ايه في عمليه الدي ان ايه ريبليكيشن، لازم اقرا او اترجم الدي ان ايه او استنسخه في الاتجاه 3 5. يعني لما اجي يبقى الستراند اللي بيمشي في اتجاه 3 5 ده هو اللي بيبقى تمبلت او قالب ببني عليه نيو دي ان ايه ستراند، عشان كده بيسموه حتى تمبلت ستراند او نون كودنج، هو مش كودنج، لان لما اجي اترجمه هيبقى كومبلمنتري ليه، يبقى الستراند الجديد بيبقى كودنج. بالنسبه بعد كده للستراند الثاني اللي هو بيمشي في اتجاه 5 3، ده هو الاكشوال كودنج ستراند اللي بيبقى في الدي ان ايه هيليكس. طيب لازم نبقى عارفين معلومه عن قصه لما اجرى الدي ان ايه، لما اصنع دي ان ايه على هيئه ريبليكيشن، بجرى الدي ان ايه ستراند في اتجاه 3 5، بس ببني في الاتجاه المعاكس اللي هو 5 3. كمان لما استنسخ ار ان اي من دي ان اي بجرى الدي ان اي الشريط نفسه بجرى في اتجاه 3 5، بس البرودكت بتاعي بيتبني عكسه، انتي بارل بيتبني في اتجاه 5 3. ده مش كده وبس، ده لما اترجم الكودونات الموجوده على الام ار ان اي عشان اترجم البروتين، بروتين ترانسليشن، بجرى الشريط بتاع الام ار ان اي في اتجاه بقى العكس 5 3. خلاص يبقى دي ان اي ريبليكيشن او الار ان اي ترانسكريبشن، انا بجرى الشريط بتاع الدي ان اي في اتجاه 3 5، وبيكون البنى نفسه في اتجاه 5 3، انه بيبقى كومبلمنتري دي او انتي بارلل دي. اما لما اجي اترجم الار ان اي لبروتين، فانا بجرى الشريط الام ار ان اي ده الكودونات دي اترجمها الامينو اسيد في اتجاه 5 3. طيب تعالوا نشوف بعد كده ادي الرسمه اللي في سلايد 14 اللي هو اتجاه 3 5 واتجاه 5 3. ايه قصه ال 3 برايم 5 برايم بولاريتي ديت؟ ان التو فري اندز بتاعت الدي ان اي هيليكس دول مش زي بعض، مختلفين. في اند كده بتبقى عند ال 5 داش دي بتتكون من الفوسفوريك اسيد جروب اللي بتبقى ماسكه في الاو اتش بتاعت الكربونه الخامسه بتاعت الديوكسيريبوز بتاع اول نيوكليوتيدايه، فدي اللي بتكون لي ال 5 داش اند، الفوسفوريك اسيد جروب اللي ماسكه في الاو اتش بتاعت الكربونه الخامسه بتاعت الديوكسيريبوز بتاع اول نيوكليوتيد. وبسمي الاند دي لو انا مخلي الدي ان اي في محور راسي بسميها التوب اند، يعني هي بتكون من فوق، لو انا مخليه في محور افقي بتبقى على الناحيه الشمال اللي هو الليفت تيرمينال. بينما ال 3 داش اند ديت اللي هي بتبقى مكونه بالفري او اتش جروب الموجوده في الكربونه الثالثه بتاعه الديوكسيريبوز بتاع اخر نيوكليوتيد، وهذه الاند لو انا الدي ان ايه في محور راسي بس بتبقى هي الحته اللي من تحت او النهايه السفلى يعني بوتوم اند، ولو انا ببص على الدي ان ايه كمحور افقي بتبقى هي الاند الموجوده على الناحيه اليمين اللي هو رايت تيرمينال. لسه بيقول لك البولاريتي دي مهمه خالص عشان لما تيجي تجرى الستراند نفسه او الشريط نفسه بتجراه في اتجاه 3 5 لما تيجي تبني دي ان ايه او تبني ار ان ايه، وكمان بتجراه في اتجاه 5 3 لما تيجي تترجم الام ار ان ايه لبروتين، فدي مهمه خالص الحته دي. مش كده وبس، احد الكرايتيريا بتاعت السكند ستراكشر بتاعت دي ان ايه ان هما كومبلمنتري لبعض. كومبلمنتري لبعض معناها ايه؟ معناها انه لو انت عرفت السيكونس بتاع 1 ستراند هتقدر تحدد على طول اوتوماتيك السيكونس بتاع الاذر ستراند. ليه؟ لان هما اللي بيرتبطوا ببعض عن طريق البيز بيرنج رول اللي هي قاعده تزاوج القواعد النيتروجينيه، اللي بتنص على ايه القاعده دي؟ بيقول لك ان دايما الادينين يمسك في الثيمين بدبل هيدروجين بوند، الاي تمسك في التي بدبل هيدروجين بوند، ودايما الجوانين تمسك في السيتوزين بتريبل هيدروجين بوند، تمام؟ فانت اوريدي لو سي عندك شريط مثلا السيكونس بتاعه A G A، يبقى اكيد الكومبلمنتري ليها يبقى ايه T C T، صح؟
فعشان كده بنقول هما مكملين لبعض، انك انت لو عرفت السيكونس بتاع شريط واحد من دي ان ايه او بتاع ستراند واحد هتقدر تعرف الشريط الثاني مباشره، وبالتالي نسبه النيتروجينوس بيزس البيورين للبايريميدين في الدي ان ايه هتلاقيها متساويه، لان دايما طالما في بيورين لازم كومبلمنتري ليها على حسب بيز بيرنج جروب تمسك في بايريميدين، لو في بايريميدين لازم تمسك في بيورين وهكذا. فانا لو سالتكم سؤال وهتجاوبوني فيه على الميتنج شات دلوقتي، لو افترضنا ان انا عندي الادينين بيزس في شريط الدي ان اي 20%، مين يقول لي عدد الجوانين بيزس في الدي ان اي هيبقى كام؟ لو انتم شاطرين هتكتب لي رقم بيرسنتج الادينين 20% يبقى الجوانين كام؟ برافو برافو عليكم 30% صح، لان الادينين 20 يبقى قصاده هياخد سايمين بنسبه 20 كده توتال 40، فضلوا 60 هيتقسموا على الجي والسي كل واحد فيهم 30. برافو عليكم تمام. انا ما اعرفش اللي كاتب 80 ده كاتب على اي اساس، بس هو الاجابه الصحيحه فعلا 30% زي ما معظمكم جاي. طيب نكمل الكرايتيريا بتاعه الدبل ستراند. على فكره احنا في سلايد 16 قال لك ممكن الدي ان ايه دبل هيليكس ده لما يجي يتلف كده عشان يعمل حلزون، لا اما يتلف في اتجاه عقارب الساعه اللي هو بيسموها رايت هاندد هيليكس، يعني لف ناحيه ايدك اليمين لما تلفها كده دايره، والمفروض في منه بيتلف عكس اتجاه عقارب الساعه انتي كلوك وايز دايركشن بيسموه ليفت هاندد هيليكس، على حسب هم لفوا على بعض عشان يعملوا الهيليكس ده انهي اتجاه. هتقول لي طب هو ممكن براحته يلف رايت هاندد ككلوك وايز دايركشن او ليفت هاندد كانتي كلوك وايز دايركشن؟ لا، لما نيجي نعرف دلوقتي حالا هنلقى ان السكند ستراكشر بالذات في منه ثلاثه فورمز، كل واحد بيبقى موجود في كونديشن معينه. ايه هما الثلاثه فورمز في السكند ستراكشر بتاع الدي ان ايه؟ عندك لا اما بي فورم لا اما اي فورم لا اما زد فورم. انا هوريها لكم سريعا في السلايد اللي بعدها رقم 18، ده منظر البي فورم بتاع الدي ان ايه، وده منظر الـ A form بتاع الـ DNA، وده منظر الـ Z form بتاع الـ DNA. طيب نرجع للفروق ما بين الـ B form، في ثلاث فروق ما بينهم. أولاً الـ B form دي بتبقى right-handed helix بقى، لازم تبقى لفة في clockwise direction أو في اتجاه عقارب الساعة، بينما والـ A form برضو right-handed helix، بينما الـ Z form دي left-handed helix بتلف anti-clockwise direction حوالين اللي هو اللونجيتودنال اكسس الوهم اللي احنا قلنا عليه في البدايه. طيب في اللفه الواحده لما يجوا يلفوا عشان يعملوا حلزون، اللفه الواحده بتاخد كام بير بيس بير معاها؟ بالمناسبه يا جماعه طول الدي ان اي ستراند او حتى الار ان اي بنحسبه بنقول بالنيوكليوتايد، يعني نقول مثلا 170 نيوكليوتايد، لو ار ان اي، لو دي ان اي نقول بيس بير، نقول مثلا 20 بيس بير، ده الطول نفسه. دايما بحسب بعدد القواعد اللي هي موجوده في الاستراند نفسه كطول. طيب هو لما قال لك لما تيجي تلف في اللفه الواحده بتاخد لها 10 بيز بير في البي فورم، الاي فورم بيبقى بتلف اوسع سنه فبتاخد لها 11 بيز بير في اللفه الواحده، الزد فورم بتبقى على نطاق اوسع من الاثنين اللي فاتوا فبتاخد 12 بيز بير في اللفه الواحده. طيب مين فيهم موجود في النورمال كونديشن بتاعه الخليه بتاعتنا في الفيسيولوجيكال كونديشن اللي هي بتبقى فيها ملح وقليل وفيها كميه ميه اكتر؟ اللي هو البي فورم، هو ده الكومونست فورم في الفيسيولوجيكال كونديشن. امال الاي فورم ده بيبقى امتى؟ لما يبقى فيه جفاف بقى، لما يبقى فيه ديهايدريشن تلقى بدا يكش 10 على كل شريط. لا يا لا، هما 2 مع بعض على الشريطين مع بعض بيلفوا بياخدوا في اللفه الواحده 10 بيز بير. طيب الاي فورم موجوده في لما يبقى فيه جفاف في الخليه او دي هايدريشن، فبتبقى ايه تلقى الدي ان اي نفسه بقى ماله بقى عشان انت نشفته، فلما نشفته بقى جسر بقى شورتر وبالتالي بقى اتخن سكر من البي فورم. طيب بينما الزيت فورم دي بصراحه بتبقى موجوده في سبيشال كونديشن، بيقول لو في املاح كتير في الخليه كاتاين او سولت كونسنتريشن، كل القصه هي بتتكون دايما في الحته اللي فيها جي سي كتير، جي وسي كتير،
فبتتكون فيها الزيت فورم، هي الاكتر حته في الدي ان اي ستراند اللي لايبل انها تبقى زيت فورم. فبالتالي متوقع في الزيت فورم ما لقاش ميجور جروف، لان الميجور جروف زي ما خدنا بتتكون في الاي سي دايمر، في الاي تي دايمر، بينما الماينور جروف هي في جي سي. فدايما الزيت فورم غنيه بالجي سي، وفي نفس الوقت ما بيبقاش عندها ميجور جروفز. نيجي بعد كده لل التيرشري ليفل اللي هو الكروماتين اورجانيزيشن، او الليفل الثالث للدي ان اي اللي هو التيرشري ستراكشر اوف دي ان اي. لا يا بسمله، هو البي والزد فور مش بيعملوا امراض ولا حاجه، ده شكل بوصف شكل الدي ان اي لما يبقى فيه الخليه مش اندر فيزيولوجيكال كونديشن بتتغير، فانا بوصف لك الشكل بتاعها فقط. يا دكتور سالم ممكن حضرتك تجاوبه لي، انا مش فاهمه اصلا يا اسراء، لان سؤالك انا مش فاهم انت عايزه ايه. يعني طول اللفه 5 نيوكليوتايد؟ لا يا دين يا ديانا، طول اللفه 10 او 11 او 12. بعد كده طيب، هو البي احنا ده جاوبناه. التيرشري ليفل او الكروماتين اورجانيزيشن ايه قصته بقى، حكايه المستوى الثالث للدي ان ايه؟ وافتكروا كلمة اللي خدناها في البروتين لما خدنا البرايمر والسكند والترشير استراكشر، كنا بنقول الفرق ما بينهم ان في فولدنج وفولدنج وفولدنج. بصوا يا جماعه، الدي ان ايه لو انا فردته خالص بره الخليه طوله متر. طب ازاي اللي طوله متر ده اخليه يدخل جوه خليه قطرها اساسا 20 مايكرون؟ ده مش قطر الخليه، مش هيدخل جوه الخليه، هو ده هيدخل جوه النيوكليوس اللي هي قطرها حوالي من 5 ل 10 مايكرون. فمفيش حل غير انك انت تاخد الشريط ده وتقعد تلف 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 فيه، وعشان ما يفكش منك لازم تلزج عليه شويه بروتين علشان تخليه ما يتفكش مره تانية. اهي البروتينز دي اللي هي بتبقى هيستونز مينلي وشويه بروتامينز مع الدي ان ايه الطويل ده. فبالتالي بيقعدوا يتلفوا علشان يقدروا يحشروا نفسهم في السبيس الضيق بتاع النيوكليوس. فالدي ان ايه مع البروتينز اسمه كروماتين، هو ده التيرشري ستراكشر بتاع الدي ان ايه او المستوى الثالث للدي ان ايه. وهناخد شكله ازاي شغال الدي ان ايه، يكسر 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 لغايه ما يتحول في الاخر للكروموسومات اللي هي بتبقى جوه النيوكليوس. ليه مش 80؟ مش المفروض عشان ايه مكمل لجي؟ لا الايه مش مكمل لجي، الايه دايما بيمسك في التي يا اسراء، القاعده بتقول الايه يمسك في التي. فإذا المفروض لو 20% يعني ممكن ستراند واحد دي ان ايه يبقى فيه الثلاثه فورم. ممكن يا مصطفى، على حسب الخليه نفسها. يعني مثلا الزيت فورم تبقى موجوده اكتر في الجي سي بيزيس، فعادي يبقى الثلاثه موجودين. نيجي للنوت، نكمل التيرشر ستراكشر اوف دي ان ايه. البروتينز الموجوده في التيرشر ستراكشر اللي هم الهيستونز مينلي، والهيستونز دي يا جماعه عباره عن بروتينات، انتوا لو فاكرينها خدناها في الكومباوند كونجوجيتد بروتينز، لا خدناها في السيمبل بروتينز، الهيستونز والبروتامين والجليات والبروتين، وقلنا نعرفها اسماء. بس هو الهيستونز هنا مهم خالص انك تبقى عارفها ان هي بيزك بروتين موجود، سيمبل بيزك بروتين، والشحنه بتاعتها موجبه، فبتمسك في الشحنه السالبه اللي في الدي ان ايه بايونيك بوند او رابطه ايونيه، وهي ديت اللي بتخلي لي لما الدي ان ايه ستراند يتلف ويحصل له فولدنج عشان اصغر حجمه ويتحشر جوه النيوكليوس ما يفكش مره تانية. هم عددهم 5 كلاسز اللي بيهم الهيستونز دي، في عندي اتش 1 واتش 2 اي واتش 2 بي واتش 3 واتش 4، بيتقسموا على مجموعتين. المجموعه الاولى بيبقوا دبلكت من اتش 2 اي ودبلكت من اتش 2 بي ودبلكت من اتش 3 ودبلكت من اتش 4، فيبقوا 4 في 2 ب 8 سب يونت، يعني بسميها اوكتمر حيث اوكتا معناها 8. ويتلف عليهم الدي ان اي ستراند بياخد حوالي 146 نيوكليوتايد، بياخد 146 نيوكليوتايد حوالين الاوكتمر ده، وبيتلف لفه ثلاث ارباع لفه. الربع اللفه اللي فاضله دي بتبقى هي اللي واصله ما بين كل نيوكليوسوم والنيوكليوسومات اللي بعدها، خلاص. طب نتكلم على الربع لفه اللي محشوره في النص ما بين كل نيوكليوسوميه والثانيه. احنا خلاص عرفنا النيوكليوسوم ده عباره عن كور من الهيستونز اللي هو اتش 2 اي اتش 2 بي اتش 3 اتش 4، وملفوف حوالينه على السيرفيس بتاعه لفه وثلاث ارباع لفه دي ان اي سيجمنت، هتقولها حوالي 146 نيوكليوتايد او بيز بير. الحته
الحته بقى بتاعت دي ان اللي في النص اللي ما بين كل نيكروسوماية والتانيه ديت بيبقى فيها الاتش 1 بقى، وبيبقى المفروض انه هي اللي بسميها اللينكر، وبيبقى حوالي طولها 100، طولها حوالي 30 نيكلوتيدايه، هي اللي بتربط لي ما بين النيكلوسوميه الواحده والثانيه. فتحس ان الدي ان ايه عامل زي اسمه ايه ده، زي كانه حب، زي النيكلوسوم دي زي حبه السبحه، والدي ان ايه نفسه هو الشريط الخيط بتاع السبحه. بيقول لك السترينج بيتس اون سترينج، البيتس اللي هو حبات السبحه، والسترينج نفسها الخيط بتاع السبحه هو اسمه ايه ده، هو الدي ان ايه نفسه. انا هوريكم رسمه للكلام ده، اهي جت حالا على في السلايد 21، تلقى دي ادي اللفه، تلات ارباع لفه حوالين الاوكتمر ده النيوكليوسوم، وبعد كده لينكر دي ان ايه وتظهر نيوكليوسوميه ثانيه، لينكر دي ان ايه وتظهر نيوكليوسوميه ثانيه. وبيقعدوا كمان مش بيبقى دي وخلاص ويكتفوا، لا ده يعني الخيط بتاع السبحه ده يتلف تاني على نفسه مره واثنين وثلاثه، عشان في الاخر يدونا شكل الكروموسومات اللي بتقدر تتحشر في النيوكليوس وتدخل في النيوكليوس اللي قطرها صغير. طيب الهيستونز دي يا جماعه وظيفتها ايه؟ زي ما احنا شفنا ستراكشرال رول، ما هي اللي ساعدت لي ان الدي ان ايه كستراكشر يدخل جوه النيوكليوس، بس كمان ليها ريجولاتوري رول. قال لك الدي ان ايه طالما هو فولد كده ومتلزق بالهيستون، عمرك ما تقدر تعمل له ريبليكيشن ولا ترانسكريبشن، لازم الهيستون تفك منه علشان تقدر تعمل ريبليكيشن ترانسكريبشن. طيب ايه اللي بيحكم الحكايه دي؟ على حسب حاجه الجسم. لو انا عايز اعمل ريبليكيشن او ترانسكريبشن، لازم الهيستون افكها من حته الدي ان ايه اللي عايز اعمل لها ترانسكريبشن او ريبليكيشن، ماشي؟ لكن لو مش عايز يبقى اروح اكتر عليها هيستون. اذا هي ليها ريجولاتوري رول وستراكشرال رول. حتى الرسمه اللي في سلايد 23 دي البدايه بتاعت ازاي ان الدي ان ايه ستراند يتلف حوالين الهيستون اوكتمر، وزي عامل زي السبحه بالظبط، وبعد كده الفه اكتر واكتر لغايه ما يوصل لشكل الكروموسوم. انواع الكروماتين احنا في سلايد 25، الكروماتين قال لك لا اما اي كروماتين لا اما هيترو كروماتين. ايه الفرق ما بينهم؟ الاي كروماتين ده الاكتف اللي انا ده، اي كروماتين معناها ان ما فيهوش هيستونز كتير، ان لان انا شلت الهيستون عشان اقدر اعمل ريبليكيشن او ترانسكريبشن في حته الدي ان ايه ده. فدايما تلقاه لما اجي اصبغه تحت الميكروسكوب بيبقى باين فاتح، لان ما فيهوش بروتين كتير مدغرشه عليه. ودايما معلومه ليكم، الدي ان ايه لما يبقى كده ما فيهوش بروتين مغطياه او يبقى سنجل ستراندد، بيبقى عرضه للهجوم بواسطه الانزيمز المختلفه، وبيسموها كولكتيفلي نيوكليزيس. فقال لك ده بيبقى هايبر سنسيتيف للدي ان ايز، لو ما لحقش بسرعه وعمل ريبليكيشن ترانسكريبشن رجع يغطي نفسه ببروتين تاني هيتاكل. الهيتروكروماتين ده اللي هو بيبقى ان اكتف، اللي هو مش عايز اعمل منه دي ان ايه ولا اعمل منه ار ان ايه، فتلقى فيه بروتينز كتير عليه، فلما تيجي تصبغه تلقى لونه غامق دارك، وده طبعا عشان محمي بروتين فما بيتاثرش بالدي ان ايز. سيبك من رقم ثلاثة، الميتوكوندريال دي ان ايه يا جماعه، الدي ان ايه الموجود في الميتوكوندريا ده هو دبل هيليكس، بس النهايات بتاعته لازقه في بعض، فعامل سيركولار شيب، فهو بنسميه دبل ستراندد سيركولار دي ان ايه. موجود عليه جينز بتكود فور البروتين سب يونت اللي بتدخل في الاربع انزيمات المهمه للميتوكوندريا ريسبيراتوري تشين اللي خدناها في البيولوجيكال اوكسيديشن قبل كده، اللي هم اربعه كومبلكسز كلهم ما عدا الكومبلكس رقم 2، سواء كومبلكس 1 اللي هو الناد اتش كيو ريدكتيز، او كومبلكس 2 سوري كومبلكس 3 اللي هو سيتوكروم اللي هو كيو انزيم كيو سيتوكروم سي ريدكتيز، او كومبلكس 4 اللي هو الاي تي بيز اللي هو الاي تي بيز سينثيز. طيب الميتوكوندريال دي ان ايه ده، كل الميتوكوندريال في الدي ان ايه اللي موجوده في الزيجوت او الخليه الاوليه لجسم الانسان بتتكون في البدايه بعد الاخصاب او بعد الفيرتلايزيشن، بتبقى مشتقه من السبيرمز او من الحيوانات المنويه، تمام؟ سوري بتبقى مشتقه من المذر، سوري من المذر وليس من السبيرم، لان الحيوانات المنويه ما فيهاش ميتوكوندريا، لكن الاوفا او البويضه فيها ميتوكوندريا. عشان كده انت كل الميتوكوندريا اللي عندك دي مشتقاها من والدتك مش من والدك. فلو اصلا الميتوكوندريا دي ان ايه بتاع الفيميل في مشكله في طفره، هينقل الطفره دي للابناء سواء كان ميل او فيميل.
فقال لك ليجو انه في مجموعه من الامراض سببها ميوتيشن او طفرات في الميتوكوندريال دي ان ايه، واكيد هي ماتيرنال انهيرتد يعني مورثه من جهه الام، زي ما قلنا ان المفروض السبير ما فيهوش ميتوكوندريا نقولها للنيولي فورمد امبريو او للزايجوت. المجموعه من الامراض دي تختصرها في كلمه اسمها ميلاس، خدوا اول حرف من كل مرض وحطوه، حيث ام دي خساره مايوباسي اللي هو وهن في العضلات، وإيه اللي هو انكفالوباسي اللي هو تلقاه دايما يدخل في غيبوبة، والإل اللي هو لاكتيك أسيدوزيس اللي هو تلقى فيه لاكتيك أسيد في الدم وعمل لي غير البيتش خلاها أسيدك، وآخر حاجة الإس اللي هو اختصارة ستروك لايك إبزود بيدخل في نوبات أو جلطات كل شوية. طيب دول الكويتشنز اللي هناخدهم، هناخد منهم راندم لكده اتنين كويتشن نحلهم في الفورمات بتاعنا، ونبدأ بالتمرينات بتاعتنا. هتحلوا لي على الميتنج شات. اول سؤال اجابته ايه بقى؟ مين من دول موجود في الار ان اي ومش موجود في الدي ان اي؟ برافو عليكم، برافو يا زهور يا امل يا شوقي يا ميار يا جهاد واحمد وزينب وايمان وامان. ماشي، ناخد الكويتشن نمبر 2. النيوكليوتايد بتحتوي على نيوكليوتايد وليس نيوكليوزايد، ركزوا، برافو عليكم، تاخد رقم A. تمام، برافو عليكم. ناخد كويشن رقم 3. كويشن رقم 3 في النيوكليك اسيد نيوكليوتايد مرتبطة ببعض بايه بقى؟ برافو، تمام شاطرين، بالفوسفوداي استر بوند. تمام، ناخد كويتشن رقم 4. كويتشن رقم 4، الدي ان ايه بيتميز بوجود ايه؟ تمام يا معتصم، تمام يا عبد الرحمن، شاطرين. يعني المفروض ان دي ان ايه في دي اوكس ريبوز يا جماعه مش ريبوز، ركزوا، احنا اخدنا الكلام ده في لو تفتكروا في الدي اوكسي شوجر في الكربوهيدرات كيمست، فهو دي اوكسي ريبوز، عشان كده حتى اسمه دي ان ايه، يعني دي اوكسي ريبونيوكليك اسيد. طيب ناخد كويتشن رقم 5. اكزامبل نيوكليوزايد وليس تايد، ركزوا، ها مين من دول نيوكليوزايد؟ يعني ما فيهوش فوسفور، اديني غششتكم، برافو عليكم. تمام، رقم 5 تاخد دي فعلا اللي هو الادينوزين، لان الادينوزين ده عباره عن بنتوز واسمه ايه ده وبيز فقط اللي هو الادينين بيز، برافو عليكم. تمام، طيب انا هعمل ستوب للريكورد بتاع الجزء الاول، انا بس اتاكد ان دي كده الجزء الاول انتهى اللي هو كان مقدمه عن الدي ان ايه، هعمل ستوب للريكورد علشان ينزل لكم في الشات عندكم، و ستوب ريكوردينج.